إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكل السادة المتبعين الأوفياء في كل مكان. كنربطوا بكم الاتصال مجددا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كنت واجد معكم في الإقليم ديال تونات انطلاق مسيرة حاشدة هنا ديال دواوير شراقة بن عامر اللي كيحتجوا على الماء الصالح للشرب اللي ما عندهمش في الدواوير ديالهم. للأسف المشروع ديال تزويد المداشر بالماء الصالح للشرب لحدود ساعة مازال ما طلقوا لهمش الماء في الدواوير ديالهم، كيقطعوا مسافات من اجل الحصول على الماء الصالح للشرب. فهم قرروا الان يديروا واحد المسيره حاشده للاحتجاج بشكل سلمي حضاري على هذا الاشكال الكبير اللي كاين ديال الماء الصالح للشرب. وكما كتشاهدوا انطلقوا من جماعه الولزة كيقولوا في اتجاه نحو دائره قريه با محمد. شنو السبب والدواعي اللي خلى هاد الناس ما يكونش عندهم الماء في 2024، خاصه وان سيدنا الله ينصره كان عطاه في 2011 و2010 مشروع ملكي ضخم هنا لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. للاسف لا بوبالات المسؤولين ديال هذا الاقليم، خلى على ان مجموعه من المسؤولين اللي تعاقبوا على هذا الاقليم. الحدود ساعة الناس كتعاني مع الماء الصالح للشرب. واش هذه ماشي فضيحة عباد الله؟ غتقولوا لي لا والعطش، العطش راه جاي من الجفاف. واخا خويا غنقول لك علاش حنا في فاس كنطلقوا الماء، علاش في كازا كيطلقوا الماء، علاش في طنجة كاين الماء، علاش في مجموعة من المدن. المغرب واحد الحمد لله وبلادنا وحدة، ما غيتزيد علينا حتى واحد، ولكن راه المشاريع كتنفذ بسرعة البرق في مجموعة من المدن، وهنا في الإقليم ديال تونات مهمش. كتلقى الناس كيقطعوا مسافات، علاش؟ خاصة وأن الإقليم ديال تونات راه فيه خمسة السدود. خمسة ديال السدود، شنو غتقول لي؟ إذا هنا كيبان الفشل الذريع ديال المسؤول ديال إقليم تونات. ما غنستثني حتى واحد هنا، جميع المسؤولين ديال تونات فشلوا. من أول مسؤول لآخر مسؤول. يعني غنقول لك جميع المسؤولين، من أول مسؤول على الإقليم لآخر ديال المسؤول، لأن ما يمكنش يكون عندك في تراب يعني الإقليم ديالك الناس كيعانيوا بهالطريقة هذه وغتبقى ساكت وما غتجيش توفر لهم الماء الصالح. غتقول لي لا كنصيفطوا لهم السيترنا، السيترنا راه ما كافياش الشريف. قولها لك صريح العبارة، السيترنا راه حلول ترقيعية. دخلت لق الماء للناس وخا غير ساعة وخا غير ساعتين، أسيدي كاين الجفاف. طلقوا الناس سيدي حنا في مجموعة من المدن جوج سوايع وطلقوا لهم هما جوج سوايع. هذا هو الحل. ما تقول لي تخلي ساكنة المغرب العميق، هذا راه المغرب عميق للأسف. راه غادي نواكبوا معاهم وغنوصلوا لهم الصوت ديالهم. المسؤولين ديال هذا الإقليم غير ديروا الخدمة ديالكم والدور ديالكم اللي غديروها. راه لن نصمت ابدا من اجل ايصال صوت المواطن. اذا انطلاق مسيره حاشده اتجاه دائره قريه با محمد في الاثناء ابتداء من جماعه الولجة قبائل شراقه بني عامر. وكتشوفوا العدد كبير ديال الدواوير اللي خرجوا في هذه المسيره الحاشده من اجل المطالبه بالماء الصالح للشرب. حقنا في الماء حق مشروع، حقنا في الماء حق مشروع، هكا كيقولوا هاد الناس. وخدينا مجموعه من التصريحات ديالهم قبل لحظات، وغنبقاو مواكبين اكيد هذه المسيره اللي كيشاركوا فيها حتى الوليدات الصغار، وليداتهم الناس خارجه بولادها. فلا اله الا الله محمد رسول الله. يعني هذا الاقليم اقليم السدود مشكل والله، والله العظيم الا كتشدني الضحكه ملي كنقول اقليم السدود. تعاني الساكنه ديالو العطش، راه شفنا جماعه الغوازي احتجوا، شفنا تفران احتجوا، شفنا الكيسان احتجوا، شفنا الولجة سيدي عابد كتحتج، كلشي ما عندوش الماء. واش لهالدرجه الاقليم ديال تونات فيه مسؤولين باردين في التعامل مع القضايا ديال المواطن؟ فاذا رداء للعامل ديال اقليم تونات، راه خاص المشكل ديال الماء يتحل في اقرب وقت ممكن، لان انتم كتشوفوا السيد العامل هادشي راه ما كيشرفش تونات وما كيشرفش المغرب. دابا الاعداء ديالنا كيبقاو يشدوا هاد المقاطع وكيروجوا بهم بان شوفوا المغرب شنو فيه. حنا عاوتاني كصحافه راه ما غيمكنناش نسكتوا، ما غيمكنليش نسمح انا في مواطن كيحتج وكيطالب القناة تشوف تي في تجي ونقول له لا، لأن الأعداء غادي يهزوا المقاطع ديالنا. حنا ما غيتزيد علينا حتى واحد، الحمد لله وطنيين حتى النخاع، ودائما تحت شعار الله الوطن الملك كيقولوا هاد الناس اللي كيحتجوا قبل قليل. فإذا الله يجازيكم بخير، تحملوا المسؤولية ديالكم. كنقول خاص فتح تحقيق في هاد المشاريع ديال تزويد العالم القروي في تونس بالماء الصالح للشرب. علاش فشلت فشلا ذريعا؟ علاش؟ علاش هاد المشاريع حدود الساعة مازال ما طلقتوش الماء للناس؟ علاش؟ تقول لي كتلقاوها سبب الجفاف. لا الجفاف اسيدي خمسة السدود، كاين الأقاليم ما فيها حتى سد وعندها الماء. كاين أقاليم ما فيها حتى سد وعندها الماء. إذا كتشاهدوا معنا هاد المسيرة لا زالت متواصلة، وشوفوا الطريق كيفاش دايرة هنا في الولجة. للأسف الشديد. شوفوا على مشهد كيفاش داير باستعمال للأسف هاد المسيرة. الاحتجاجية أكيد ديال ساكنة المنطقة ديال شراقة جماعة الولجة. معرفش الصوت واصل مزيان.
اذا شوفوا متابعينا الكرام، واش وصل الصوت مزيان والصوره مزيانه؟ الريزو ما كيساعدناش، كينقطع هنا في الطريق كما كتشاهدوا معنا. وقفه احتجاجيه كبيره ومسيره حاشده هنا باستعمال يعني الحمير والسيارات والبياده، وكما كتشاهدوا معنا الكل كيحتج بسبب ندره الماء للاسف. شاهدوا معنا متابعينا الكرام هذه الصور المعبره، فعيب وعار يكون في 2024 مازال الناس كيحتجوا على الماء، لان المسؤولين ما قدروش لانهم بطبيعه الحال يعني يديروا اللي عليهم. حنا غنبقاو مواكبين معاهم هذه المسيره الاحتجاجيه وهذه الوقفه اللي دايرينها هنا جماعه الولجا. اذا كما كتشاهدوا معنا شوفوا العدد الكبير ديال الحمير والبغال اللي كيستعملهم في هذه المسيره الحشده للاسف الشديد. مشهد اقل ما يمكننا نقولوا معبر متابعينا. ما عرفتش الصوره واصله مزيان، الصوت والصورة واصل مزيان. إذا دائما لازلنا معكم في هذا البث المباشر لهذه المسيرة الاحتجاجية اللي كيقوموا بها الساكنة ديال المنطقة ديال الولجة قبيلة شراقة بن عامر أكيد، واللي كيطالبوا من خلالها بتوفير الماء السهل للشرب. عشرات ديال البغال والحمير كيستعملوها في هذه المسيرة ديالهم. أكيد المسؤولين فشلوا فشل ذريع في توفير الماء للساكنة ديال المنطقة، ووصل السيل الزوبة كيقولوا الساكنة ما كناش قادرين نصبروا، كنعياو نقطعوا مسافة من أجل نحصلوا على الماء صحيح الشرب، فهذا الشيء اللي خلانا نحتجوا ونمشيو في مسيرة نحو دائرة قرية با محمد. حنا غنواكبوا معاهم أكيد كل هذه الوقفة الاحتجاجية كما كتشاهدوا معنا. لا انا احسن انا هنا مزيان. اذا كما كتشاهدوا معنا المسيره متواصله. الصورة والصوت واصلين مزيان. كريمو واش واصلين الصورة والصوت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. كتشوفوا عدد كبير ديال المحتجين على الماء. سي كريم، بالنسبة للقضية ديال الجفاف راه كاين الجفافية، ولكن هاد الناس راه كيحتاجوا لعدم توفير الماء. مشروع مازال ما تلقوا له، ما عمرهم تلقوا لهم الماء، خصهم كيشرعوا بتنفيذ هذا المشروع. ماشي على الشارع، على المغرب كامل، ماشي غير على الولجة ولا على تاونات، الشارع على جميع المناطق. Thank you.
غادي ننتظروهم باش نمشيو معاهم في المسيره. غادي ننتظروا في انتظار الوصول ديالهم. ما عرفتش الصوره والصوت واصلين مزيان اخوتي، عطيوني واش الصوره والصوت واصلين مزيان. الريزو ضعيف شويه، ما كيعطينيش معكم تفاعل معكم. ما عرفتش واش واصل مزيان، واش مسموعين ولا لا. غننتظرهم في انتظار انهم يوصلوا هنا. ما غنبقاو مواكبين معاهم هذه المسيره الاحتجاجيه من اجل ايصال الصوت ديالهم. اذا المسيره قربت توصل، غادي بطبيعه الحال نبقاو مواكبين معكم متابعينا. خليكم غير في التفاعل معايا على حساب الريزو، واش كاين وصل الصوت والصوره مزيان. الصوت جيد، الصوره واش واصله مزيان. سي انوار السلام، الدراري اللي معايا في اللايف حاولوا تبارطاجيو باش نعاونوا هاد الناس في ايصال الصوت ديالهم. اذا وصلت المسيره ديال الحمير اكيد والبغال كما غتشاهدوا في هذه الصور المعبره متابعينا. عشرات المحتجين كيحتجوا على الازمه ديال العطش هنا كما كتشاهدوا معنا. شاهدوا معنا الصوره المعبره متابعينا، فالله يدير الخير يا رب. نتمنى من المسؤولين ديال تونا تفيقوا من النعاس وطبيعة الحال يعني يديروا بالخدمه ديالهم، لان ما يمكنش هذا الشيء. طلقوا للناس الماء، واخا غير ساعتين، واخا غير 4 ساعات، واخا غير 3 ساعات، المهم ما يبقاوش الناس بالعطش. فهذا هو الاشكال اللي كاين. مازال طويله المسيره، المسيره طويله. مازال جايين مجموعه من المحتجين وغنواكبوا معاهم اكيد طيله هذا المسار. الصوره جيده. صافي، شكرا جزيلا، شكرا الدراري. مازال جايين يعني المحتجين. اذا كما كتشاهدوا معنا، احنا معكم دائما في الاقليم ديال تونات في هذه المسيره الاحتجاجيه الحاشده. للاسف كيطالبوا المحتجين بضروره توفير وتزويدهم بالماء الصالح للشرب. مجموعه من المشاريع اللي تم الاعطاء ديالها للاسف فشلت في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، خاصة في الإقليم ديال تونات، إقليم السدود، 5 ديال السدود، والناس ديال تونات كيضيعوا بالعطش، كيعانيوا بالعطش. فهذا الشيء اللي خلى القبيلة ديال شراقة ولاد عامر يخرجوا في هذه المسيرة الحاشدة من أجل الاحتجاج ومطالبة المسؤولين بتزويدهم بالماء الصالح للشرب. قناة شوف تي في تحمل على عاتقها مسؤولية إيصال صوت المواطن. نعم، في المغرب العميق. كتقولوا لي واش ما طاحش؟ واش ما طاحش غير في الولجه؟ واش ما طاحش غير في تونات؟ تونات راه فيه 5 سدود، كان المفروض لان هاد الناس يوفروا لهم المسؤولين ديال هاد الاقليم، لان المسؤولين ديال الاقليم هما اللي فشلوا في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. حنا في اقليم تونات، علاش اقاليم اخرى فيها الماء وتونات ما فيهش الماء، مع العلم على ان تونات فيه 5 سدود؟ هذا هو الاشكال الحقيقي اللي كاين. 5 سدود والماء ما كاينش. الماء وكنبقاو نشوفوا في النشرات الاخباريه والواقع راه شيء والمواقع شيء اخر.